السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. موضوع حلقة اليوم التي نخصصها للكبار فقط موضوع هام للغاية، حيث نتناول من خلاله أصول المعاشرة الزوجية والحقوق العاطفية لكلا الزوجين. فالبناء الأسري يقوم على المودة والرحمة والسكن العاطفي والنفسي، كما أن العفة مقصد شرعي أساسي من مقاصد الزواج، لا تستقيم الحياة الزوجية دون تحقيقها. ورغم الحياء الذي يكتنف الكثيرين عند الحديث عن الجوانب العاطفية والنفسية فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، إلا أن الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لمحيا الناس ومماتهم لم يضع أي حرج في تناول هذه القضايا باعتبارها جانبا رئيسيا من جوانب الدين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وما جعل الله سبحانه وتعالى على المسلمين في الدين من حرج، ومن يقرأ القرآن الكريم ويطالع السنة النبوية المطهرة يجد كيف أن القرآن والسنة عالج كل هذه الأمور بوضوح تام. من هذا المنطلق يأتي تناولنا لهذه القضية الهامة التي ربما أدى حرج الناس من تناولها والحديث فيها إلى هدم كثير من البيوت وإضاعة كثير من الحقوق. ونود أن نؤكد أن تناولنا لهذا الموضوع هو في إطار التشريع الإسلامي بعيدا عن أي شكل من أشكال الإثارة، آملين أن نوفق في إماطة اللثام عن كثير من الأمور، وأن يدرك كل طرف حقوقه على الطرف الآخر في غير مغالاة ولا تفريط. تساؤلات عديدة في هذا الموضوع أطرحها في حلقة اليوم على فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. وقبل أن نبدأ حوارنا أود أن أذكر مشاهدينا بأن الحلقة للكبار فقط. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا بك يا أخي. فضلت الدكتور، في البداية فيما يتعلق بالمقاصد الأساسية للزواج، هل القصد الرئيسي من وراء الزواج يتوقف عند قضاء الوطر وإنجاب الأولاد، أم أن هناك مقاصد أخرى إلى جوار هذا المقصد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فمن نظر إلى كتاب الله عز وجل وهو المصدر الأول للإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا ومثلا، يجد الأهداف الأساسية للزواج واضحة في كتاب الله. نعم. فهناك الهدف الذي شرعه الله لهذا الزواج، أول ما شرعه هو بقاء النوع الإنساني. نعم. التناسل. إن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا النوع أن يستخلفه في الأرض، فلا بد من وسيلة لهذا الأمر، فركب الله الغريزة في الإنسان تدفعه وتسوقه إلى هذا الأمر، ويترتب على ذلك الإنجاب والتناسل. وفي هذا يقول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. نعم. فعن طريق البنين والحفدة يتناسل النوع البشري ويبقى معمرا هذه الأرض وقائما بحق الخلافة فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الإشباع الفطري لهذه الغريزة التي ركبها الله في كلا الجنسين. ركب الله في الرجل ميلا إلى المرأة، وركب الله في المرأة ميلا إلى الرجل. هذا دافع فطري، والإنسان يظل متوترا إذا لم يشبع. نعم. هذا الدافع، وخصوصا في بعض الأحوال إذا وجد مثيرات أو نحو ذلك. فالإسلام شرع النكاح. هناك بعض الأديان وبعض المذاهب الزهدية والفلسفية تقف من الغريزة الجنسية موقف الرفض، وتعتبر كأنما هي رجس من عمل الشيطان. فهذا موقف،
ولذلك الإنسان المثالي في المسيحية مثلا هو الراهب الذي لا يتزوج ولا يعرف النساء، وكان الرهبان في العصور الوسطى يبتعدون عن النساء ولو كنا أمهاتهم أو أخواتهم، واعتبروا ظل المرأة حتى لا يبتعد عن ظل المرأة. الإسلام لم يشرع الرهبانية وإنما شرع الزواج، وحينما طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصوا أو يتبتلوا فلم يأذن لهم بهذا، وطلب سعد بن أبي وقاص هذا وقال لو أذن له لفعلنا، وطلب عثمان بن مازعون هذا. يعني عفوا فضيلة الدكتور، في هذا الإطار، إطار القضاء الوطر أو إنجاب الأولاد، هو مقصد أساسي، مقصد من مقاصد الإسلام، ويعني الإسلام يحض على ذلك. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. فضيلة الدكتور، الجماع أو المباضعة أو لا غيرها، لا لازلنا يعني حتى نستكمل المقاصد الأساسية للزواج. نعم. يعني مسألة الإنجاب ومسألة قضاء الوطر، هناك أيضا القضية النفسية والاجتماعية، حالة الإنسان نفسيا إلى من يؤنسه وإلى من يعايشه، باعتبار الإنسان يعني مخلوقا اجتماعيا. نعم. وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. فهذا الجانب، الإنسان في حاجة إلى مودة وإلى رفيق يؤنسه ويتراحمان ويتعاونان، هذا أيضا ركن من أركان الحياة الزوجية الأساسية ومقصد من المقاصد العليا للزواج. هناك مقصد رابع أشار إليه القرآن وهو المصاهرة، توسيع دائرة العشيرة. فالإنسان حينما يصهر إلى آخرين، إلى أسرة أو قبيلة أو كذا، معناها أنه ضم إلى نفسه هذه الأسرة. ولذلك كان من مقاصد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل المختلفة إنه عندما يتزوج من هؤلاء يصبحون أصهارا، فيكسب الإسلام قوة بهذا، كما تزوج من بني المصطلق أو كذا. بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم فيهم رحما وصهرا. الرحم إن أم إسماعيل هاجر كانت منهم. نعم. والصهر إن ماريا القبطية أم إبراهيم. يعني تصور إن علاقة بشعب من أجل هذه المصاهرة. حتى جاء الإمام النووي في رياض الصالحين وجعل هذا الحديث في باب صلة الأرحام. فهذه كلها مقاصد أساسية للزواج. فلا شك يعني عندما نرعى هذه الأمور كلها يعني يجب تكون في حسباننا عندما نتحدث عن الزواج وأهدافه. احنا ربما في حلقتين سابقتين تعرضنا لكثير من الأمور المتعلقة بالزواج. نعم. وبقي يعني الجانب الهام المخصص له حلقة اليوم. نعم. فيما يتعلق بالجماع أو المباضعة أو غيرها من المصطلحات الكثيرة التي احتوتها اللغة الفضفاضة، الإسلام جعل حتى لهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وفسر الحديث هذا الأمر. كثير من الأخطاء اللي بتتم في يعني عملية العلاقة ما بين الزوجين في هذا الجانب تتسبب في هدم كثير من البيوت، تتسبب في مشاكل كثيرة ما بين الزوجين، بسبب أساسي يعود إلى الجهل بهذه الآداب وإلى ما وضعه الإسلام من حقوق لكل الطرفين في هذا الأمر. هل يمكن لنا فضيلة الدكتور أن توجز لنا يعني الآداب التي وضعها الإسلام فيما يتعلق في عملية الجماع؟ هو أولا ولا شك أن ما أشرت إليه من الجهل بهذه الأمور وابتعاد المسلمين عن فهمها وشيوع كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الجانب. نعم. هو الذي تسبب في هذا. كان المسلمون يتعلمون هذه الأشياء من قديم في جو من الجد والوقار في دروس العلم. أن حينما يدرس المسلمون مثلا قضاء الحاجة أو الوضوء وفيما خرج من السبيلين أو لمس الذكر أو لمس المرأة يعني أو موجبات الغسل، تدخل هذه الأشياء ويتحدث فيها الشيخ في المسجد والناس تسمعه في جو من يعني تغلب عليه الجدية ولا يشعر الناس بغضاضة في هذا. الناس بعد ذلك تركوا هذا وجهلوا إن القرآن الكريم
يعني تعرض لهذه القضايا في عدد من الآيات، حتى إنه نجد في سياق آيات الصيام ويتحدث عن أحكام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في هذا الجو الروحاني المحلق يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا تعبير في غاية الروعة، لأنه يوحي بالقرب واللصوق والدفء والستر والزينة والوقاية. كلمة لباس لها إحاء، يعني لا يستغني الإنسان عن لباس. فالمرأة لباس الرجل والرجل لباس للمرأة. وفي نفس الصورة صورة البقرة يعني كثير، عفوا فضل الدكتور، كثير يجهلون معنى الرفث وحدوده أيضا. ما هو الرفث يعني الجانب الجنسي، يعني الجماع، يعني الرفث إليه أنه يعني أحل للرجل أن يأتي امرأته، لأن كان في أول الأمر كان هذا ممنوعا، وكان هذا يسبب يعني لبعض المسلمين حرجا ومشقة. فثم زال هذا بهذه الرخصة: أحل لكم ليلة الصيام رفث، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هناك بعض التفسيرات طول الليل هذا الأمر، بعض التفسيرات للرفث بأنه الكلام الذي يدغدغ العواطف الجنسية. في بعض الرفث، الرفث له يعني نهاية وله بداية. بدايته من الكلام، زي ما في حديث الصيام: الصيام دنا، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. فالرفث يعني الكلام حول هذا الموضوع. وأيضا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، فسر بالجماع وفسر بمقدمات الجماع والحديث عن المسائل الجماع بما يثير الشهوة، وهذا يعني في وقت إحرام ولا يستطيع الرجل، يعني فلا داعي لمثل هذا، لا الجماع ولا الحديث عنه. حدود الرفث مفتوحة هنا بالنسبة للكلام، أم أن أيضا هناك يعني إذا الرجل جاء يداعب زوجته زيادة ممكن تعتبر هذا خروج عن يعني حتى في العلاقات ما بين الناس؟ من ضمن الآداب التي شرعها الإسلام، وجاء هذا في حديث وإن كان فيه ضعف، إنه يعني لا ينبغي للإنسان أن يأتي امرأته كده بدون مقدمات. لا يرتمي أحدكم على امرأته كما ترتمي البهيمة. اجعلوا بينكم وبين الجماع رسولا. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام. يا سلام. يعني لابد من تمهيدات حتى يعني تستثار المرأة. افرض ان هو الرجل شهوة عنده حاضرة، هي تحتاج الى وقت حتى تحضر شهوتها. فلابد ان يداعبها ويكلمها وحتى تكون حاضرة معه، ولا حياء في هذا. القرآن الكريم يعني ذكر في مقام اخر يعني طريقة الأداء نفسه. يعني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. كان الأنصار مجاورين لليهود، واليهود عندهم الشخص يأتي امرأته بطريقة واحدة يعني فقط، وكان قريش يعني لا، عندهم يستمتعون بالنساء مقبلات ومدبرات ومستلقيات على أي شكل، طالما أن فلما تزوج يعني أحد المهاجرين امرأة من الأنصار وأرادها على هذا الأمر، قالت له: لا، إحنا هذا لا ينبغي عندنا. وبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. يعني شوف القرآن الكريم هذا الدستور الإلهي العظيم، يقول: لا حرج عليكم، مقبلات مدبرات على جنب مستلقية، المهم أن يكون في موضع الحرث. لأنه قال: نساؤكم حرث لكم. الحرث الزرع، يعني مكان الزرع، مكان الإنبات. والدبر ليس مكان، فإنما ممكن أن يأتيها في قبلها من دبرها. من الخلف يستمتع بها. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وهذا أيضا اتقوا الله كان دليل على أنه تحذير من شيء معين. وهو أن يأتيها في الدبر. أو طالما فضلت الدكتور، طالما تحدثت عن الدبر، هناك من يجبر زوجته على ذلك أو يطلب منها ذلك أو يقوم بفعل ذلك،
هل هناك عقاب أيضا يعني إذا في تأكيد رباني هنا على أن يأتي الرجل زوجته بأي شكل كان طالما أنه هذا يمتعه ويمتعها يعني بأي شكل أو طريقة طالما في القبل يعني؟ هو الآية الكريمة هذه يعني استنبط العلماء منها تحريم الإتيان في الدبر إذا كان المقصود الجماع في الدبر، إنما إذا كان الاستمتاع يعني دون جماع فهذا كما حدث في الحيض. نعم. أن الله تعالى قال يسأل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وجاء الحديث يفسر هذا أيضا بأنه اصنعوا كل شيء إلا النكاح. كان اليهود أيضا من طريقتهم أنه المرأة إذا حاضت لا يساكنونها. نعم. يعني الشخص يذهب بعيدا عنها ينام في حجرة وهي في حجرة لا يأكل منها ولا يشرب من مكانها وظل هذا في يعني عند بعض المسلمين على خلاف النصارى ليس عندهم هذا أي شيء في هذا ممنوع، يعني يجمعها وهي حائض. فالإسلام جه لا قال لا يعني اترك الجماع في موضع الحيض يعني لكن في الفرد، يعني هناك وسيلة أخرى للاستمتاع فيما دون ذلك فيما يعني ما كان بعيدا عن الفرد يستمتع بها. طب انا قبل ان عفوا ان نصل الى قضيه الحيض، قضيه الاتيان في الدبر، هل هناك حكم شرعي في هذا الامر اذا الرجل، لان هناك من يقول ان المراه تصبح طالق لو اتاها زوجها في دبرها؟ لا، هو لكن لا يصبح طالق، ولكن قال بعض الفقهاء ان من حق القاضي اذا عرف انه يعني زوجين يفعلان ذلك ان يطلق المرأة من زوجها يعني انما هو ليس مجرد الاتيان يعني طلاق. وكما قلنا انه معنى ذلك ان المرأة يجب ان ترفض حتى لو طلب منها زوجها، يجب أن, ان 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 ترفض لانه هي يعني المرأة السوية لا تتلذذ بهذا يعني وقد تتضرر وتتأذى. وبعدين هذا اذا كان القرآن قال يعني قل هو أذن عن المحيط قل هو أذن، نعم. فكيف بالمكان اللي هو أصله موضع قذارة بطبيعته؟ نعم. وبعدين بعض الصحابة سيدنا عبد الله بن عمرو يعني سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، نعم. يعني الاتيان في الدبر فهو حتى يذكر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوما، وما خلق الله المرأة لمثل هذا، نعم. يعني فهذول ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، نعم. فولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف، نعم. لكن يقوي بعضها بعضا وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع، نعم. فأن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها، اتق الحيضة والدبر، يعني عدد من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر. فلو أن رجلا طلب من امرأته هذا يعني يجب عليها أن ترفض يعني طلبه وتقول له هذا لا يجوز وهذا حرام. طب الآن فيما يتعلق بالحيضة، إذا نزلت بالرجل الشهوة وزوجته حائض، هل أيضا وضع يعني ما يمكن أن يقضي به الرجل شهوته دون أن يعني يجمعها جماعا مباشرة؟ يعني يجتنب الفرج فقط ويستمتع بها، هذا ما تميز به الإسلام عن اليهودية وعن النصرانية. النصرانية تجيز الجماع والإسلام لا يجيز. اليهودية تمنع أي قرب من المرأة حتى بقي هذا في الإسلام. السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني هذه الخمرة، يعني الغطاء ده أو فقالت له يا رسول الله إني حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك. يعني هذا من بقايا انه كان الانسان هو حائض ما لا يمس شيء. بعدها قالت يعني كنت يعني اشرب من القدح الذي يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب من ورائي، وكان يضع فاه موضع فيه وانا حائض.
يعني من مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انه بيشرب وإزالة ايضا المعتقدات الموجودة في هذا المجتمع. نعم. فيقولك يشرب من مكان ما شربت، يعني وده نوع من المؤانسة كما جاء في الحديث ان الرجل لا يقدر في كل شيء حتى في اللقمة يضعها في فم امرأته. ان هو يلقمها كده ويديها اللقمة وياخد اللقمة دي او خد هذه القطعة او كذا، فهي من المؤانسة، فهو يؤجر على هذا لانه يريد ان يدخل السرور على امرأته ويزيد الرابطة بينهما ويوثق المودة بينهما، فهو مأجور على هذا كله. فضل الدكتور، فيما يتعلق بقضية الاستثارة قبل الجماع وضرتها كما جاءت في الحديث الذي ذكرته وفي الطبيعة البشرية كذلك، يعني هناك بعض الناس يقولون أن الاستثارة تقتضي أن يروا أو يشاهدوا بعض الأفلام الجنسية، يجعل زوجته تشاهد بعض الأفلام الجنسية أو شيء من هذا القبيل، هل هذا مباح؟ لا، هذا الأفلام الجنسية هذه ليست مباحة، لأنه بيرى يعني صورة امرأة أجنبية لا يحل له أن يراها بهذا الوضع. إنما يا أخي الإثارة، الناس عرفوا بالفطرة أنواعا من الإثارة، الرجل يستطيع أن يثير امرأته بالكلام، أن يثير امرأته بالقبلة، أن يثير امرأته باللمس، وتستطيع أن تثيره بالعطر، وتستطيع أن تثيره بالكلمة، وتستطيع أن تثيره بالصوت، وتستطيع أن تثيره بالزي، يعني كل هذا يعني هنا كل أنواع المثيرات المباحة التي يستطيع هي متاحة للرجل والمرأة وليس هناك حرج أيضا فيها، يعني ليس هناك حرج، ولا ينبغي للمرأة أن تستحي من زوجها في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لكل منهما أن يستمتع بصاحبه. وهذا ما ذكرت أنت السيدة عائشة أنها قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحيانة، فقالوا كانوا يسألنا. نكمل بعد الموجز في كل شيء. نعم. مشاهدين الكرام، موجز قصير للأنباء، نعود بعده لإكمال هذا الحوار، إلى اللقاء. أهلا بكم من جديد لنكمل هذه الحلقة المخصصة للكبار فقط حول أصول المعاشرة الزوجية، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. فضيلة الدكتور، يعني وصلني ما يقرب من 100 رسالة تقريبا على الفاكس طوال الأيام الماضية، والآن كما ترى الفاكس لم يتوقف منذ بداية الحلقة، يعني تكاد نصف الرسائل تقريبا تحمل سؤالا متكررا، وهو هل يجوز الاستمتاع بالملامسة بالفم بين الزوجين كل منهما عورة الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هناك يعني أريد أن أقول إنه قبل أن نتحدث عن مسألة الفم، هناك مسألة يعني منتشرة عند المسلمين، وهو إنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته إلا وهي مسترة، يعني مغطية. نعم. يعني كنا سنأتي لهذا أيضا. فهذا يعني في هم يستندوا إلى حديث أيضا يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن السيدة عائشة قالت لم يرى مني الرسول ولم أرى منه. هذا حديث يعني ضعيف جدا، وبعضهم قال إنه موضوع وهو مخالف للثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين. يعني جاء عن عائشة وعن أم سلمة وعن ميمونة رضي الله عنهن جميعا أنهن كنا يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان مجردا من الإزار، وقالت يعني الميمونة إنه أخذ من الإناء، يعني بيمينه وصب على شماله وغسل فرجه. ولذلك يعني جاء عن في صحيح ابن حبان أن أحد التابعين سأل عطاء ابن رباح وهو من أئمة التابعين، سأله إنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى فرج زوجها
فقال له سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لي هذا الحديث. نوع الحديث ان كنا نغتسل مع رسول الله في إناء واحد. ويعني وانظر كيف يعني مثل هذا الإمام يسأل عائشة عن هذا الأمر ولا يجد فيه حرج لأنه أمر يتعلق بالدين، يريد أن يعرف الحكم الشرعي حلال أو حرام. فعائشة قالت له هذا يعني. ولذلك يعني قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو نص في المسألة. نعم. إنه يجوز للرجل أن يرى بعض العلماء يعني في كتب الحنفية في كتاب الدر المختار وشرح تنوير الأبصار في من كتب الأحناف قال ويجوز للرجل أن ينظر إلى ما ظهر وبطن من جسم امرأته. وبعدين جه في الشرح وقال يعني والأولى ترك هذا. لماذا؟ يعني لا ينظر إلى فرجها وكذا. قال لأنه يورث النسيان، وقيل إنه يورث ضعف البصر، فعلل بتعليلات غير شرعية. نعم نعم. يعني ما إيه يورث النسيان وما يعني ما يعني هذا لم يثبته الواقع ولم يثبته العلم. وأبو حنيفة سئل في هذا إمام المذهب نفسه قال يجوز للرجل أن يمس فرج امرأته أو للمرأة أن تمس فرج زوجها. نعم. قال نعم ولعله أعظم للأجر. يا سلام. يعني فيعني وأعتقد أنه يعني يشير إلى الحديث أنه في وضع أحدكم صدقة. صحيح. فهو يقول أعظم للأجر لأنه إذا كان يعني يحرك المرأة لزوجها والزوج لزوجته فهذا حتى لا يعني يفكر الإنسان في الحرام. أنه الإنسان إذا شبع جنسيا من ما أحل الله له. نعم. سواء كان الرجل أو المرأة لم تعتد عينه يبعد أن يفكر. نعم. في إنما في الحرام. النقص في هذه الناحية هو الذي يسبب يعني هذه المشكلة، فلذلك لم يعني يثبت. أيضا في حديث آخر غير ما رأيت منه ولا رأى مني. نعم. حديث رواه ابن ماجة إذا أراد أحدكم جماع امرأتي فلا يتجرداني تجرد. نعم. الايه البعيرين. او لا يتجرد تجرد العيرين. نعم. العير يعني الحمار. نعم. يعني لا يتجردان ولكن يعني هذا مما انفرد به ابن ماجه عن سائر كتب السنن. وابن ماجه اذا انفرد بحديث هناك يعني من تحدث عن زوائد ابن ماجه. نعم. الامام البوصيري له كتاب اسمه زوائد ابن ماجه قال هذا حديث ضعيف وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وضعفه في عصرنا الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وضعفه أكثر من واحد فهو حديث ضعيف ولا يمكن أن يؤخذ منه حكم بالتحريم حتى لو أخذنا من بعض الناس اللي بيميلون إلى تحسين الأحاديث بأدنى شيء فحتى هذا لا يدل إلا على قضية الكراهة التنزيهية. إن هذا مكروه تنزيها والكراهة التنزيهية دي تزول بأدنى حاجة. فلو تنازلنا يعني ووافقنا الذين حسنوا هذا الحديث إنه كذا وكذا يعني الحديث ده لا يدل على تحريم إطلاقا إنما أقسم فيه إنه هذا من المكروهات التنزيهية. يعني أيضا النصوص هنا في مجمل ما ذكرته فضلتك الآن النصوص كلها لا ترى بأسا في هذا بل هناك من يفسر مثل الإمام أبو حنيفة بأن هذا ربما يزيد الأجر في من خلال حديث الإمام الرسول. ابن حزم هو رجل. نعم. ظاهري. نعم. يأخذ بظواهر النصوص وحرفيتها. م. يرفض هذا كله ويقول هذا يعني ليس له أصل في الشرع وما صح به نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب يعني حتى ليس هناك قول من صحابي ويقول أعجب للذين يبيحون الجماعة في الفرج ويحرمون النظر إليه. نعم. يعني إذا كان ربنا أباح الجماعة
يعني الى هذا الايه يعني ابن حزم في طوق الحمامه يعني وكان شديدا نعم. على من منعه هذا ولتمسكه بظاهر الايه النصوص فظواهر النصوص الصحيحه ليس فيها ما يمنع هذا ابدا نعم. طيب يعني فضيله الدكتور من خلال يعني هذا ايضا يعني يبدو ان هناك فهم خاطئ ايضا لدى الناس في هذا الجانب يجعل ربما يتسبب في ان الرجل يعني يخرج الى خارج البيت لكي يرى يعني شيئا مما لم تساعده زوجته أو تقوم فيه بالنسبة لقضية الاستمتاع. الآن النقطة الأخرى التي كان سؤالنا الرئيسي فيها وقلت أنك ستجيب عليها نعم. بعد الحديث عن قضية التعري نعم. في أثناء الجماع. وأنا أيضا قضية التعري هذه يعني مع القضية اللي أنت سألت عنها مع قضية الفم دي يعني أول ما سئلت عنها في أمريكا وفي أوروبا طبعا الأفلام كلها عندما هناك عندما بدأت أذهب إلى هذه البلاد في وبعدين فضيحة كلينتون كلها فضيحة أوائل السبعينيات بدأت أسأل هذه الأشياء لا نسأل عنها في بلادنا العربية والإسلامية ده بعد كلينتون أفضل الدكتور انتشر لا هذا من قبل من زمان يعني أقول لك بصراحة من أول ما رحت كنت أسأل عن لا انتشرت هنا هم معتادون مثلا التعري عند الجماع طبعا نعرف هذه المجتمعات إنها مجتمعات عرج وتبرج وإباحية يعني المرأة تكاد تتعرى من لباسها فأصبح الناس في حاجة إلى إثارة غير عادية يعني عندنا لأن احنا الواحد لا يكاد يرى المرأة يعني إما منقبة وإما محجبة وإما كذا أي شيء يثيره هناك محتاج إلى مثيرات قوية ولذلك لجأوا إلى هذه لجأوا إلى التعري وقلنا إن التعري لا شيء فيه من الناحية الشرعية والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك يعني احنا سبقناهم في هذا وديننا وضح لنا قضية التعري ليس فيها مشكلة ليس لكن هي الأمور المستحدثة هذا الأمر يعني إذا كان أيضا يعني المقصود به التقبيل الفقهاء أجازوا هذا يعني أنه المرأة لو قبلت يعني الآلة زوجها أو الرجل قبل حتى فرج امرأته هذا يعني لا حرج فيه وإذا كان إذا القصد منه الإنزال فهو هذا اللي يمكن فيه شيء من الكراهة ولا أستطيع أن أقول أيضا حرمة لأن لا يوجد دليل على يعني التحريم يعني القاطع يعني لأنه هذا ليس موضع قذر مثل الدبر ولم يجئ فيه نص معين إنما هو شيء يستقذره الإنسان إنه يعني الفم إلا الإنسان يعني فيستمتع عن طريق الفم يعني هو تصرف غير سوي يعني إنما لا لكن إذا هم بيستمتعوا بي يعني إذا كلا الزوجين يجد فيه متعة وخصوصا إذا كان برضا المرأة نعم وتلذذ المرأة فالشرع لا هو الرجل أيضا يفعل يعني هو ليس يعني الأمر قصر على المرأة فقط وإنما الرجل أيضا يفعل هذا يعني هو يعني إذا كلاهما بيفعل هذا ويستمتعوا حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ترك زوجته أو فأولئك هم العادون فهذا هو الأصل أعتقد كده احنا أجبنا عن نصف رسائل الفاكس التي جاءت نأخذ بعض المداخلات الهاتفية الأخ حمزة حجي من مكة المكرمة عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال أستاذ أحمد حياك الله حمزة حجي حمزة حجي مو حمزة حاجي حجي حمزة حجي نأسف يا أخ حمزة تفضل السلام عليكم دكتور يوسف عليكم السلام يا أخي ورحمة الله في الحقيقة في عندي مداخلة بسيطة وعبارة عن استفسارات سريعة كده الاستفسار الأول أني سمعت في إحدى الحلقات بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق إحدى زوجاته فهل الرسول صلى الله عليه وسلم طلق إحدى زوجاته السؤال الثاني حتى أتيح المجال لغيري الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن أحل لكم مثنى وثلاث ورباع ما ملكت أيمانكم من هم ما ملكت أيماننا ثم هل يعني الجارية المشترى بالفلوس حلال ومضاجعتها ما عادش في جواري يا أستاذ حمزة ما موجود في الخارج أطلع عمرك موجود أنا سافرت في عدة دول وجدتهم يبيعوا الجواري
يعني يبيعوا البنات، ربما تكون جارية وربما تكون لحاجة لهم أو ما أدري يعني. وجدت كذا أشبه بسوق المزاد، يبيعوا فيه بنات. فهل مش عايزين نسألك مش يعني عايزين نسألك الدولة على أحسن يعني ناس تروح هناك؟ إيه بلاش نذكر الدولة لأنه أنا شاهدت في ثلاثة أو أربع دول أنا شاهدت كمان بعيني. إن شاء الله نعم. أيوه طيب نسمع نسمع رأي فضيلة الدكتور في سؤاليك، وشكرا لك على اتصالك. فضيلة الدكتور، أعتقد في الحلقة التي قيل فيها عن التدليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق امرأة بعد أن رأى فيها عيبا وقال دلستم علي. نعم ولا ثابي لأهلك الحق بأهلك. وأما قضية الإماء وما ملكت أيمانكم، لا يوجد في عصرنا إماء. هو يقول أنه شاهد في الأصل في الأمة إنها يعني تكون أسيرة في حرب شرعية. ويرى إمام المسلمين وأهل الحل والعقد معه إنه الأولى أن تسترق هذه السبايا معاملة بالمثل، لأن أعداءنا في الحرب يأسرون منا ويسترقون أسرانا. وما دام هذا العصر قد رفض الرق فنحن أول من يرحب بهذا، لأن الإسلام هو أول من فتح باب تحرير الرقيق. فالإسلام لم يستحدث الرق وإنما استحدث التحرير والعتق. يعني الإسلام جاء والرق موجود ولكن لم يستطع أن يلغيه بجرة قلم، إنما وضع من الأحكام والتعاليم والتوجيهات ما يلغي الرق بالتدريج، حتى إنه جعل في مصارف الزكاة بابا لتحرير الرقاب، مصرفا لتحرير الرقاب. فلذلك أنا أقول إنه ما ملكت أيمانكم الرقيق اللي هو أصل هذا أو متناسل منه في عصرنا لا يوجد هذا. بعد الإلغاء الرقيق لا يوجد هذا، إنما إذا كان ناس بيبيعوا بنتهم لحاجة أو لنحو ذلك فهذا يعني من أكبر المحرمات، استعباد المحرر. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الثلاثة الذين يخاصمهم الله يوم القيامة أن يستعبد محررا. يعني فالاستعباد المحرر لو فانتهى ملكه اليمين، والإسلام يرحب بهذا في عصره. الأخ محمد أبو زيد الدوحة. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ أحمد؟ حياك الله. كيف حالك دكتور كرضاوي؟ بارك الله فيك. نشكركم على جهودكم والبرنامج الناجح، جزاكم الله خير. تفضل فضيلة الدكتور كرضاوي. بالنسبة سيادتك صرحت يعني وفوضت في الأمر بالنسبة لعزوف أحد الزوجين والنظر للمتعة الحرام برا، في بعض الزوجات بيكون قد ابتلاها الله بمرض ويحول دون جماع الزوج بالزوجة. وطبعا في الحالة دي الزوج بيفكر انه يتزوج بأخرى. والزوجة لضعف ايمانها بتحاول انها تخلي الزوج لا يلتجي لهذا وتحاول تنزله بعض النساء او الاستمتاع بالمتعة الحرام او استعمالها في الدبر ومن هذا القبيل. هذه النقطة. النقطة الثانية، هناك بعض الأزواج ممن يعني يأخذ في يعني الزوج. أنت عايز عفوا يا أستاذ محمد، أيوة. سؤالك في النقطة الأولى دي إيه؟ إيه جزا الست اللي تفعل مثل هذا العمل اللي هي تساعد جوزها إنه ينظر للمتعة الحرام وإنه ولا يتزوج غيرها؟ طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني، في بعض الأزواج بيعتبر إنه نومه مع الزوجة حرام، ما بيجيش وما بيقربش الزوجة إلا وقت الجماعة، وكأنها مثلا اي شيء بالنسبة له، حتى ما بيعطيهاش حقها. جزاكم الله خير ان شاء الله. شكرا ليك. دكتور طاهر شمتوت من الدوحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا اشكر لفضيلتكم جدا هذا الاقتحام الجريء لهذا الميدان، لان احنا بنلاحظ الحقيقة من خلال عملنا في العيادات النفسية ان هذه المشاكل تأتي الينا بكثرة، ونستطيع ان نقول ان معظم هذه أسباب هذه المشاكل يعود إلى أسباب نفسية في الأكثر، حوالي 80% منها، مثل مشاكل العنة والقذف السائية وعدم أغبة وعدم القدرة على الاستمتاع. كل هذه الأشياء بتعود إلى مشاكل نفسية. نحن نرى من وجهة نظرنا أن طريقة التربية وطريقة الحجب الشديد للمعلومات الصحية السليمة عن هذه المواضيع تؤدي إلى ما نعلمه أن كل ممنوع مرغوب، واستقاء المعلومات من مواقف غير صحيحة، مما يؤدي إلى هذه المشاكل الجنسية اللي بتعود على الأضرار الشديدة على الأسرة وتحطمها.
ولذلك نحن يعني نشجع ونشد على أيديكم في هذا المجال، ونود أن نستمع فيه حتى يعود بالفائدة على الجميع إن شاء الله. شكرا يا دكتور. الحقيقة دكتور اللي الدكتور شمتوت طرحه موضوع هام، وعندي ليه بعض الرسائل كلها بتدور حول إطار التربية الجنسية الخاطئة والكبت الأسري لتعريف الأبناء، وإن كنا يعني نود أن نخصص حلقة للتربية الجنسية للأطفال، ولكن يعني من الأشياء التي تؤدي إلى كثير من هذه المشكلات هو الكبت اللي ممكن أن يواجه به، وعدم العلم الذي يمكن أن يواجه به الأبناء وحتى الكبار الآن فيما يتعلق بالمشكلات التي هل تعتقد فضيلة الدكتور أن التربية الجنسية الخاطئة بتلعب دور أيضا في المتنفسات؟ نعم الخاطئة التي تنتج عن ذلك. لا شك أن هناك خللا عندنا في هذه النواحي، أننا نحيط هذا الأمر بستار من الغموض الرهيب وبحاجز، وبحيث أنه لا يكاد الطفل ولا الولد ولا البنت لا يكادان يعرفان شيئا عن هذا الأمر. وفي هذه الحالة كثيرا ما يأخذون المعلومات من أصدقائهم الذين ربما كانوا أكبر منهم أو أعرف منهم. وقد تكون هذه المعلومات يعني غير سليمة، يعني أو المجلات أو الأفلام الجنسية أو غيرها من أو الأشياء اللي من هذا النوع. فأولى بنا أن احنا نسدد احنا أبنائنا ونعطيهم المعلومات الصحيحة وبطريقة صحيحة، كما ذكرت في أول الكلام إن إذا أعطي هذا بصورة جدية وفي جو من الجدية وعرف هذا لا يكون هناك يعني، إنما هذا الجو من الرهبة ومن الغموض والتكتم الشديد هو الذي ينشئ هذا النوع من الأولاد الذين لا يعرفون شيئا، وإذا عرفوا يعرفون أشياء غير مستقيمة. الأخ اللي سأل ده كان يسأل عن الأخ اللي سأل سؤاله الحقيقة عام وكبير يعني بس خلصته عشان يعني أيضا إتاحة المجال للآخرين. عن الزوجة التي يعني لديها فتور جنسي وتسعى لإشباع رغبة زوجها بطريق تعرفه على نساء أخريات بالحرام. نعم هذا يعني هذا افتراضي أكثر يعني منه شيء يعني عجيبة يعني نعم أكثر منه شيء لا يتصور يعني في مسلمة يعني نعم. لكن أنا عندي أبو أحمد من عمان سأل عدة أسئلة تم الإجابة عليها، لكن في سؤال الحياة خطير ربما أيضا هذا شيء من الجهل في المعاملة ربما يراه البعض ذلك، لكن شيء خطير فضيلة الدكتور. يقول أنه أثناء المجامعة يتكلم مع زوجته بكلام بذيء، ولكن بيصل إلى حد أنه يقول لها تخيلي أنني معي امرأة أخرى شقراء وأنت معك رجل أسود، يعني أشياء فيها خروج حتى عن اللياقة. يسأل عن النصيحة في هذا الأمر، يعني بيعتبر ده شيء من الإثارة شوية للزوجة. بالعكس يعني تخيل الإنسان إنه بيجامع امرأة غير امرأته هذا حرام. يعني لو هو يعني هو بيجامع امرأته ويتخيل امرأة أخرى هذا لا يجوز. وكذلك المرأة لو تتخيل رجلا آخر فهذا لا يجوز. يعني إنما الإثارة تكون بطريقة غير هذه الطريقة. يعني الأخ لورك عبد الرحيم من إسبانيا. أخ لورك. ألو نعم. تفضل يا أخي. هناك سؤال أظن أنه في نفس الموضوع. لتهيئ المرأة هناك عدة مسائل. أو عدة طرق لتهيئة المرأة، ومن بين القبولات واللمسات هناك بعض من رضعت تهيئة المرأة، فهل يجوز في الإسلام أن يرضع الزوج لزوجته تهيئة؟ شكرا لك على السؤال. الأخ أحمد ناصر من السويد. أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا أحب أن أعلم الشيخ أن يحبه في الله، وثانيا الشيخ أجاب عن سؤال النظر إلى الأفلام الجنسية وهي بالطبع أجاب الشيخ جزاه الله خير بالحرمة، ولكن ما يقول الشيخ أن الزوج قد يصور فيلم فيديو هو زوجته كي يشاهده فيما بعد وتشاهده زوجته معه للإثارة، مع الإشارة إلى ما في ذلك من محاذير إذا الزوج طلق زوجته أو أن الزوج قد فسق، وجزاكم الله خير. شكرا لك أخ أحمد.
فضيلة الدكتور قضية يعني الرضاع من الزوجة، قد يلاعب الزوج زوجته، ولكن أحيانا ممكن يكون في ثديها حليب. ولو هذا هو حصل هذا في عصر الصحابة، أن واحد من الصحابة يعني في ملاعبته ومدعبته لزوجته امتص ثديها ورضع منها وجاءه شيء من الحليب، وبعدين راح استفتى سيدنا أبا موسى الأشعري فقال له حرمت عليك، وبعدين راح لعبد الله بن مسعود قال له لا شيء عليك، لا رضاع إلا في الحولين، حديث أنه وسلم الرضاع في الحولين، الله تعالى قل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم، يعني الرضاعة يعني المحرمة، أي رضاعة بعد كده الرضاعة المحرمة لها سن معين، اللي هي السن اللي بيتكون فيه الإنسان، ينبت اللحم وينشز العظم في الساعة سنتين، بعد ذلك لا عبرة بالرضاعة. فالرضاع الكبير هذا قال له، فقال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، يا سلام على ابن عباس. فللرجل أن يرضع من زوجته، يعني هذا أيضا من وسائل الاستمتاع المشروعة ولا حرج فيه. القضية الخطيرة اللي سأل عنها أحمد ناصر، وهي أن الزوجين قد يلجأ إلى تثبيت كاميرا وتصوير أنفسهما عريين للإثارة والاستمتاع بعد ذلك. يعني ما إثارة والاستمتاع، يعني ما يعني هم خاصة ان في هناك مخاطر من قضية الطلاق واستخدام الأشرطة، او حد ربما يعني او حد يستخدم يعني الشريط، قد يعني يرى هذا الشريط او يستخدمه، فسدا للذريعة لا داعي لهذا، يعني هما احرار يعني ما دام يعني فيما بينهما، انما خشية ان يطلع عليه احد او نحو ذلك، فلا داعي لهذا. الاخ محمد من فلسطين. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخ أحمد على البرنامج. حياك الله. وبارك الله على فضيلة الشيخ القرضاوي. حياك الله يا أخي وبارك الله. والله بدنا نسأل يا سيدي سؤال. تفضل. بالنسبة للزواج العرفي، إذا كان الهدف منه هو المتعة، ما رأي الدين في هذا الموضوع يعني؟ شكرا يا اخ محمد. اخ عبد العزيز سعد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. حياك الله. اشكرك يا استاذ احمد على هذا البرنامج. حياك الله يا اخي. احب مداخلة بسيطة. تفضل. اقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشيتم وقدموا لانفسكم، قال بعض العلماء قدموا لانفسكم من المداعبة والملاطفة. وأذكر أنني قرأت في إحدى النشرات الطبية أن المداعبة تؤثر على المولود من الناحية النفسية، وهذا يؤيد كلام الشيخ حفظه الله من حيث أنه جواز تعري الزوجين بعضهما لبعض. كذلك يقول الأستاذ أحمد بالنسبة يعني من أسباب الزواج أو أهداف الزواج الابتلاء والاختبار، حيث أن البعض تكون زوجته مريضة ولا يستمتع بها استمتاع كامل ولا يستطيع الزواج بأخرى، أو كذلك ليست على المستوى الذي يتطلع إليه، فليس أمامه إلا الاضطرار والصبر أمام هذه الزوجة. أحب أن أسبق البرنامج وأذكر بعض أسباب انحراف بعض المتزوجين، فأقول إن وسائل الإعلام لها دور كبير حيث أنها تثير العاطفة والغرائز. يمكن يا أخ عبد العزيز عفوا ممكن توجز لنا، لأن هناك آخرين أيضا وأنت. طيب إذا سوف أذكر عناصر فقط، فقلنا وسائل الإعلام كذلك إهمال الزوجات والفراغ النفسي، حيث أن المسلمين للأسف اليوم الغالبية لا يحملون هموم الأمة ولا يحملون أهدافا كبيرة، وإنما لهم أمور عاطفية، أمور يعني الأغاني المسلسلات كذلك الصحبة السيئة لها دور كبير. أشكرك يا أستاذ أحمد. حياك الله يا شيخ القاضي. شكرا لك. أهلا بك. اهلا بك. الاخ ابو بكر من الدوحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد اسال فضيله الشيخ. تفضل يا سيدي. يا اخي تحصل يعني في المسائل بتاعت المداعبه تحصل الاثاره بتاعت الرجل متاخره بالنسبه للمراه او كده او زوجته،
ففي وسيلة شرعية انه مثلا الزوج مثلا يعمله على سنه يحصل توافق جنسي. والسؤال الثاني هل ممكن؟ لا خليك معنا، احنا عايزين نفهم سؤالك الاول. يعني مثلا بتاع التوافق الجنسي يا استاذ احمد. يعني انت تقصد ان الرجل قد ينزل قبل المرأة؟ ايوه، الإثارة بتاعته تحصل له قبل المرأة. نعم. وانا عايز يحصل توافق جنسي. ففي وسيله شرعيه انه الانسان يتبعها؟ لا دي وسيله بقى بينك وبين زوجتك، يعني انت ترتبها معاها. لانه انا قريت انه مثلا تستعمل مويه بارده مثلا. ما هي دي مش شرعيه، دي بقى من وسائل الحياه فضيله الدكتور. بالنسبه طيب في سؤال يعني لو سبق الرجل المراه، ودي يعني كثير من عند الناس، يعني هل هناك حظ ايضا؟ هو الامام الغزالي الحقيقه في كتابه احياء علوم الدين، في كتاب النكاح من آداب النكاح والمعاشرة، في كتب إحياء علوم الدين الأربعين، ذكر في قضية الجماعة وأطال الكلام فيها، ومن ضمن الكلام قال إن الرجل يعني لا يعدل زوجته إذا لم تقضي وطرها منه. يعني بعض الرجال كل همه إن هو يفرغ شهوته وبعدين تنفلق المرأة. لا يا أخي، هي يعني لها حظ منك كما أن أنت لك حظ منها. ولذلك ينبغي أن الرجل يعرف هذا، فيحاول بقدر الإمكان يبطئ من الإنزال بطريقة أو بأخرى، ويتفهم الزوجان على هذا. إنما لا يكون هم الرجل أنه هو يعني يقضي شهوته وليكن بعد ذلك ما يكون. فلابد أن يجعل أيضا أنه من هدفه أن تستمتع زوجته به كما يستمتع به. وهناك يعني ممكن بعض الوسائل اللي تجعل الرجل، أن بعض الناس سريع القذف. نعم. فهذا يعني قد يستشار في طبيب يعني ربما يفيد. يستشار بعض. نعم. الناس ممكن يأتلوا بعض الدواء. لكن حق المرأة أن يصبر عليها. نعم. زوجها حتى تقضي وطرها. نعم. كما يقضي. نعم. وطره. نعم. الأخ محمد من فلسطين هو يسأل عن الزواج العرفي إذا كان القضاء، لكن الزواج بشكل عام إذا الهدف منه هو المتعة الاستمتاع، يعني كل زواج، أي زواج يعني هو زواج عرف، زواج شرعي. نعم. ولكن غير موثق، فيأتي ضعفه من هذه الناحية، إن فيه يعني خلاف لولي الأمر في أمر فيه مصلحة للناس. يعني عندي أيضا محمد الطرابلسي يسأل في رسالة على الفاكس أن هناك بعض الأدوية التي تساعد على إطالة فترة الجماع أو تضاعف الرغبة الجنسية، فهل الشرع يسمح بتناول هذه الأدوية؟ إذا لم يكن هناك ضرر من تناولها، كما تكلمون الآن عن الفياجرا والمش عارف إيه والحاجات ديات، إذا كان الرجل في حاجة إليها ولم يكن هناك ضرر من تناولها، لأن هناك بعض جوانب وآثار جانبية ربما تؤثر في صحة الإنسان. نعم. ولذلك الأولى في مثل هذا أن يستشير طبيبا. فإذا كان الإنسان مثلا رجل كبيرا في السن، ويمكن زوجته لا تزال شابة وفي حاجة إلى امتاع وإلى إحصان. نعم. أو إحسان، أو واحد مثلا يمكن عنده بعض الأمراض التي تضعف. نعم. قدرته الجنسية. فيحتاج إلى مثل هذا. فالأولى أن يستشير طبيبا ويستعمل هذه الأشياء ولا حرج. والناس من قديم عندهم مواصفات يعني طبية شعبية عشبية، أشياء من هذا النوع يتخذونها لهذا، فلا حرج في استخدامها ما دام يعني يريد الاستمتاع بالحلال وفي الحلال. الأخ أبو سفيان من فرنسا. أبو سفيان. ألو. تفضل أبو سفيان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحية لشيخنا الكبير ولبرنامجكم. حياك الله. اسمحوا لي هناك بعد، أنا مضطرب نوعا ما. ليس تفضل. نعم. لي مشكلة، يعني أنا متزوج يعني، وحصلت هناك بعد مشاكل وعملت معاملة غير إسلامية من طرف الزوجة. يعني كيف؟ من سب وشتم وطرد من البيت. هل هناك علاقة في هذه المشاكل بموضوع الحلقة؟ نعم، أحب أن نتج عن هذا يعني اضطراب في وتباعد في أحاسيس، لم يعد هناك عواطف في الزواج. ويعني بعدها تعرفت على السيدة و أنا أسأل الآن لتجنب الفاحشة، يعني
حدثني بعضهم عن الزواج العرفي وزواج المسار، لكني ليس لي أي معلومات عن هذه الأشياء. طيب يمكنك الرجوع يا أخ أبو سفيان إلى الحلقة التي تحدثنا فيها عن زواج المسيار للتعرف على هذا الأمر بشكل تام، لكن ليس لديك يا أبو سفيان سؤال فيما يتعلق بقضية المعاشرة الجنسية نفسها. لا شكرا لك يا أبو سفيان، يمكنك الاستفادة من الحلقات السابقة فيها تفصيلات وافية عن هذا. الأخ أبو خالد من دبي. ألو. علي. أيوة يا أبو خالد. فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء بشكركم على هالبرامج أو هالبرنامج هذا اللي هو الحقيقة يشرح وضع لكل المسلمين وخاصة في الحياة الزوجية والأسرية. حياك الله. حياك الله. سؤالك أبو خالد. بالواقع مشكلة أعاني منها من مدة طويلة. تفضل. المشكلة هي التالي، انه اقولها بكل صراحة وبمنطلق الصراحة والوضوح، انه انا متزوج من 27 سنة. حصل بيني وبين زوجتي شيء من سوء التفاهم او شيء من هالقبيل. ما كان من زوجتي الا شتمتني بعبارات لا يستطيع ان يتحملها رجل مسلم عربي. فما اريد اقول ما هي الكلمات، لكن انا لما سمعت هذا بالواقع كأنه صعقت ولا اعرف من هي امامي ومن انا. فاللي حصل انه قالت انت تلفظت بالطلاق، وهي طبعا خرجت من البيت. انا قلت لها شتمتيني وخرجت وبعدك في البيت. يعني سؤالك يتعلق بالطلاق يا ابو خالد؟ نعم. طيب ممكن تبعت لي ابو خالد لو سمحت. نعم. ممكن تبعت لي المشكلة بالكامل على الفاكس، واكتب لي رقم تليفونك وأنا أعدك بالرد عليك، لكن أرسلها تفصيليا على الفاكس إن شاء الله، لأن الموضوع غير مخصص للطلاق اليوم. فضيل الدكتور، عندي رسالة أود أن أقرأها. نحن مجموعة من أطباء الأمراض التناسلية المسلمين، تواجهنا الكثير من حالات المآسي الزوجية التي تنهار بسببها بيوت كانت عامرة بعد أن يذهب أحد الزوجين أو كلاهما ليبحث عن ضالته في إشباع رغباته الجنسية من خلال الزنا، والسبب وراء ذلك هو جهل الزوجين بما ينبغي لكل منهما القيام به لإشباع حاجات شريكه، وده المحور الأساسي الحقيقة لسبب كثير المشكلات. الشاهد هنا يقولون نحن على استعداد لتجهيز كتيب بالمادة العلمية لشرح الطريقة التي أشار إليها الحديث الشريف بأن يقدم الزوج رسولا أي قبلة لزوجته ويراجعه أستاذنا فضيلة الدكتور يوسف، فإن كنتم توافقون تخبرونا بعنوانكم البريد. هم أطباء مقيمون في الكويت مختصون في الأمراض التناسلية، هل يمكن أن يعدوا ذلك ويرسلوا لك المادة؟ وهم يطلبون أن يتطوع فاعل خير أو أحد، لأن هذا يحل كثير من المشاكل القائمة في المجتمعات المسلمة. أنا يعني مستعد لهذا رغم يعني الأعباء الملقاة على عاتقك، لكن المبادرة الحقيقة تستحق. يعني أقول هذا مطلوب من الأطباء المسلمين، أن يعني لأن هناك كتب في الحقيقة موجودة في السوق، وبعضها يعني لا تلتزم الآداب ولا القيم الإسلامية ولا شيء من هذا. فإذا وجد أطباء ملتزمون بقيم الإسلام وعندهم خلفية إسلامية وعندهم شيء من الفقه في الدين، يستطيعون أن يقدموا مادة نافعة. وأنصحهم أن يقرأوا كتابا مهما، وهو الجزء السادس من كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة لأخينا وصديقنا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة رحمه الله. فقد خصص الجزء السادس للثقافة الجنسية والتربية الجنسية ناحية جنسية، كتاب كامل جزء كامل حول هذه القضية. موسوعة، تعتبر من أهم الموسوعات. هذا الموسوعة ولكن الجزء السادس خاص بهذا. فأنا أنصحهم أن يستفيدوا من هذا الكتاب، وسيعطيهم مادة تنفعهم في تصنيف الكتيب المذكور. يعني فضيلة الدكتور، أيضا فيما يتعلق بقضية الجماع، هنا كثير من الأسئلة. أخت من دمشق من سوريا لم تكتب اسمها، وورد أيضا في تساؤلات أخرى عديدة، أن إذا أراد الزوج جماع زوجتي وهي غير راغبة، فيعني ما هو الوضع هنا؟ هو يعني هذا الأمر ينبغي أن يتم بالتفاهم والاتفاق، ولكن الشرع يعني شدد على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها إذا دعاه.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا إذا لم يكن لها عذر، قد يكون هناك عذر مرضي، قد يكون عندها عذر شرعي، قد يكون عندها عذر يعني تعبانة يعني مرهقة أو كذا يعني، فالرجل يجب عليه أن يقدر أيضا عذر امرأته. ولكن أنا أنصح يعني الزوجات بصفة عامة أن تستجيب لرغبات الرجل. الشرع عرف أن الرجل أقوى شهوة من المرأة وأكثر رغبة منها، على خلاف ما هو شائع عند كثير من الناس إن المرأة أكثر شهوة من الرجل. لا، الرجل يعني أقوى شهوة من المرأة، وأثبتت الدراسات النفسية الحديثة إن الرجل أشد شهوة من المرأة، وهذا ما جعل الشرع يقول إذا دعاها وهي على التنور ينبغي تستجيب، أو على ظهر قتب، يعني إلى هذا الحد. فلا ينبغي، لكن في المقابل بيعطي المرأة أيضا الحق أنها إذا دعت زوجها أن المفروض أيضا المرأة أن تدعو زوجها، ومن حقها حتى تطلب يعني بنفسها، وإن كان المرأة تستحي من بعض الرجال، وبعض الرجال يعتبرون طلب المرأة شيء من الفجور مثلا. بالعكس، هذا لا يفهم يعني، لو وجد المرأة هذا دليل على يعني صدق رغبتها فيه فلا مانع. والمرأة عادة لا تطلب بلسانها، لا تطلب بلسان المقال، وإنما تطلب بلسان الحال. صحيح، أن تتهيأ بالأسباب التي تجعله يفهم يعني، إذا كان عنده شيء من الفهم يعني لازم يعني. المرأة لها حق والرجل له حق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما روجت بعض الصحابة يعني يشتغل بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، وترك امرأة مثل عبد الله بن عمرو، نعم، حينما تزوج امرأة أبوه زواج امرأة، وبعدين ذهب يسأل عن كنته يعني زوجة ابنه، فلا كيف عبد الله؟ والله يعني هو الرجل صائم النهار يعني قائم الليل. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله، وما أردت بذلك إلا الخير. قال له لا، أنت تصوم ثلاث أيام من كل شهر. قال له أستطيع أكثر من ذلك؟ قال له طب صوم يعني يومين، صوم يوما وأفطر يومين. قال له أصوم أكثر من ذلك. قال له عليك بأحب الصيام إلى الله، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال له ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل. ثم قال له فإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، يعني لزوجتك، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. فهذا التوازن هو الذي جاء به الإسلام. وعندما جاءت امرأة الى سيدنا عمر يعني تقول له يعني ان زوجها يصوم النهار ويقوم الليل، فقال لها يعني نعم المرأة انت، نعم ما اثنيت على زوجك. كان واحد جالس اسمه كعب بن سوار، فقال له يا امير المؤمنين انها تشكو اليك زوجها. قال له اما وقد فهمت عنها؟ فقد بينهما. فقال له يعني الرجل له يعني اربع يعني زوجات، فلنفترض انه عنده اربع، يبقى المرأة لها يعني في كل اربع ليالي الليلة، هذا الحد الادنى لها في كل اربع ليالي ليلة. فقال والله ما يعني ما قضاؤك في شأنهما بأعجب من فهمك لشكواها. وولاه القضاء. فمعنى هذا ان المرأة لها حق على زوجها، وينبغي ان الزوج يراعي ايضا حق امرأته في هذه الناحية، فهذا حق فطري. احمد سالم من بريطانيا. الو، مساء الخير. مساك الله بالخير. شكرا لاستاذ احمد سالم ولاستاذ اسف احمد منصور وفضيلة الدكتور، حياك الله. البرنامج الله يا اخي. انا لدي سؤال، هو هل يكون صغر الذكر مانعا في الزواج ام لا؟ لانه في الحقيقة لدي صديق يعاني من هذا، ونصح من قبل اخصائي في الامراض التناسلية وللأسف في دولة مسلمة بتجريب نفسه مع امرأة، للعلم ان هذا الشخص شخص غير متزوج. لكن قدرته الجنسية هل هناك فيها مشكلة يمكن ان تؤثر على الزوجة؟ والله هو نفسه متخوف من هذا الامر، هو لا يعرف نفسه.
لا يعرف نفسه؟ يعني غير متأكد من قدراته الجنسية لصغر عضو الذكر عنده. أنا أنصح مثل هذا أن يعرض نفسه على طبيب متخصص. في أطباء الآن متخصصين في قضية الذكورة. نعم صحيح. يعني يعني في الجانب الجنسي، وبعضهم متخصص في الجانب الجنسي النسائي، وبعدين الجانب الإنسي الجنسي الرجالي. نعم. فأطباء الذكورة يمكن أن يعرض نفسه على هذا، ويعني يشوف هل يمكن يعني أن يقوم بالمطلوب أو لا، وحتى بيعملوا الآن بعض عمليات يعني. لكن فضيلة الدكتور، إذا الرجل ليس لديه القدرة الجنسية يعني منعدمة عنده، يعني يفضل ألا يتزوج يعني حتى لا يظلم؟ لا يتزوج إلا إذا من ترضى بهذا. يعني قد توجد امرأة عندها برود جنسي فتقبل هذا. يعني لازم يخبرها بحالته، فإذا رضيت به يعني يمكن واحد يعني حتى لا يدخل في إطار التدليس، لا يكون تدليس ولا غش في هذه القضية. إذا رضيت به فلا حرج، إنما لو تزوج ثم ثبت هذا فهذا من الأشياء التي يفرق بها، يعني يفسخ بها العقد، يعني حتى لا ليس فيه طلاق. إذا مثلا واحد عنده ما يسميه الفقهاء العنة، نعم، عنين يعني، نعم، عاجز جنسيا، بيؤجل سنة لأن حتى تمر عليه الفصول المختلفة، وبعدين يعني إذا استمر حاله يطلق أو يفسخ العقد بينه وبين امرأة. وكذلك المرأة لو فيها عيب جنسي، نعم، أيضا لا يمكن الرجل من الاستمتاع بها، يعني يفرق بين العيوب الجنسية في كلا الطرفين، تفسخ يعني عقد يفسخ بها النكاح. الأخ محمد بن محمد من ألمانيا. محمد، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أحمد، حياك الله، جزاكم الله خيرا على هذه البرامج، وجزا الجزيرة وأطال الله عمر شيخنا، حياك الله. تفضل سؤالك. يعني من عنده زوجتين هل يجوز أن ينوم معهم في بيت واحد، يعني في سرير واحد؟ نعيب وغير، هل يجوز من لديه زوجتين أن يجمعهما في فراش واحد؟ لا يجوز. نعم. هذا لا يجوز. لا يجوز طبعا، يعني هذا يفعله كثير من الذين لديهم اكثر من زوجة. لا ياخذ هذا حتى يعني الذوق يرفضه، مش الشرع يعني، للإثارة يعني مثلا يعني ما يعني، لكن لا يجوز شرعا. لا يجوز طبعا. ويعني افرض انه هو يعني راغب في واحدة، ازاي المرأة الثانية تراه هو يأتي؟ هذا لا يجوز ان ترى يعني عورة المرأة الأخرى، ولا فهذا لا هناك يعني. هناك يعني عادة منتشرة في العالم الإسلامي في كل مكان، وهي أن يخرج الزوج أو الزوجة في اليوم التالي، كل منهما يتفاخر بما فعله بالآخر في الليل، سواء كان خاصة في مجتمعات العمل، يعني الزوجة تفخر ما الذي فعل به زوجها، والزوج يفخر ما الذي فعل بزوجته. ما هو المنظور الشرعي لهذا يعني، خاصة إفشاء الأسرار التي تتعلق بالجماعة؟ جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يعني يحصل ما بينهما هذا اللقاء الجنسي ثم يروح يتحدث بهذا. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأل الصحابة، هل منكم من يجتمع مع زوجته ثم يأتي إلى أصحابه فيحدثهم بما جرى بينهما؟ ثم ذهب إلى النساء، هل منكن من يفعل ذلك؟ في أحد المجالس فقامت فتاة كعاب، يعني فتاة شابة يعني، وقالت يا رسول الله، وجلست على إحدى ركبتيها ليراها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون ذلك وإنهن لا يفعلن ذلك ويتحدثن بما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون ما مثل هؤلاء؟ مثل هؤلاء كشيطان لقي شيطانا قضى في سكة فقضى حاجته منها، يعني في الطريق. شيطان لقي فشوف التشبيه. يعني كأن المرأة التي تتحدث عما حدث بينها وبين زوجها، والرجل يتحدث، والمقصود التحدث بالتفصيل، يعني مش مثلا نعم نعم. يعني قد يتحدث لحاجة يقول أنا عملت كذا، أو يعني يعني أو زي ما حدث أمامنا وصل، المرأة جاءت تشكو إلى الرجل عجزه
فقال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم. يا سلام، يعني بيدافع عن رجولة سابع يعني. فهذا إنما في الحالة العادية لا ينبغي أن يذكر الإنسان هذا، ولا ينبغي أن إذا ذكر أن يذكر تفصيل ما جرى من حديث، من أصوات، من كلام، من كذا. هذا لا يليق، ولا لأخص الأصدقاء. يعني هذه أمور ينبغي أن تكون سرا بين الرجل وامرأته، والإسلام يحرم هذا، ويعتبر يعني صاحبه من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. عندي أكثر من رسالة على الفاكس من زوجات يشتكين من إعراض الأزواج عنهن، وزوجة من الكويت تقول أنها متأكدة من أن زوجها يعني يجامع أو يلتقي مع نساء أخريات في الحرام، لأنه التقى مع مجموعة من شلة السوء ويسافر معهم إلى الدول الخارجية وغيرها. وزوجة أخرى تقول بأن رغم أن زوجها يحبها إلا أنه يعطيها ظهرها طوال فترة النوم معها، مما جعلها تكره هذا الأمر وتكره حتى العلاقة الزوجية، بسبب أنه هو يعني لا يعطيها وجهها أثناء النوم. فيسألنا عن سبب الأسباب التي تدفع الأزواج للإعراض عن الزوجات وربما البحث عن المتعة الحرام خارج البيت. هل الزوجة تتحمل مسؤولية في هذا؟ أولا يعني لا يجوز للرجل أن يعني يعطي ظهره لزوجته إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، اللي هو القرآن سماه الهجر في المضجع. نعم، لا يجوز أن يهجرها في مضجعها. وفسروا الهجر بالمضجع إنها يعطيها ظهره، يعني دلالة على إعراضه عنها. فهذا لا يجوز إلا كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث في حجة الوداع عن حقوق الرجال وحقوق النساء، وقال إنه لا يجوز هذا إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، فهذا نوع من التأديب يعني من الزجر. إنما في الحالة العادية لا يجوز له هذا. الرجل الذي يعني يفكر في المرأة في الحرام أو يسافر إلى الخارج، اللي بيذهبوا إلى بانكوك ولا بيذهبوا إلى مش عارف إيه ولا كل مكان الآن، صار أن أصبح هناك التجارة الجنسية. نعم، موجودة، والسماسرة الذين يصطادون أو يأتوا بهن يصطادون هؤلاء. نعم، منذ ما ينزل من الطائرة عارفينهم كده ويأخذون هؤلاء. هذا يعني في الحقيقة هو طبعا من أكبر المحرمات، لأنه زنا المحصن يعني أشد من زنا العزب. ومن الذي يتحمل المسؤولية؟ قد يكون أحيانا الزوجة تتحمل المسؤولية، ليس في كل الأحوال. نعم، يعني ممكن بعض الزوجات المتوقرات جدا لا يأخذن الحياة بجدية وعبوس حتى في حالة المعاشرة. فالزوج عايز واحدة تفرفشه، ما يعني ما مش مقطبة ولا متزمتة بالطريقة أو دي، معاملة رسمية داخل البيت. لا يعني ليس هناك لازم حواجز لازم تدلع. لابد أن تزال الحواجز بين الرجل والإيه والمرأة، وخصوصا في عصرنا هذا العصر أصبحت هناك المثيرات في كل مكان. المثيرات في الشارع، والمثيرات في أجهزة الإعلام، في الصحافة والمجلات والإذاعة والتلفزيون وفي كل، فهذه المثيرات مخيفة. لابد أن المرأة لكي تحافظ على زوجها، تحافظ عليه زوجا وتحافظ عليه رجلا مسلما، بدل أن يفكر في الحرام، لابد أن تخرج عن الوقار وعن التزمت، وفعلا تدلل الرجل وتمتعه يعني. فقد يكون أحيانا السبب من المرأة، وقد يكون أحيانا السبب في أن الرجل استسلم لهذه المثيرات. نعم، وقد يكون هو عينه زيغة يعني أو شيء من هذا، وقد يكون أصدقاء السوء. لأن أحيانا قد يعني هنا هل يجوز للمرأة أيضا أن تبرز أو تأخذ من الفنون لإشباع رغبة زوجها، من الفنون التي تقوم بها الغانيات وهؤلاء ما دام لزوجها يعني يشربن، تأخذ من الغانيات ومن غير الغاني، بينها وبين زوجها. نحن نقول إنه المرأة لا يجوز أن تتعطر وهي حينما تخرج، إنما تتعطر لزوجها. لا يجوز أن تكشف شيئا من نحرها أو إنما تكشف هذا لزوجها. كل ما يغري الزوج بها ويحركه نحوها، إذا فعلت هذا بقصد هذا فهي
تتعبد لله بهذا وهي مأجورة على هذا الأمر. شكرا فضيلة الدكتور، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. الحلقة القادمة إن شاء الله نقدمها لكم من القاهرة، وسوف نتناول فيها موضوعا هاما آخر، هو استراتيجية الفتوحات الإسلامية وأسباب الرفض الغربي لقيام قوة عسكرية إسلامية تذود عن حياض المسلمين. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.